السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة بتضاف للريفت اسمها كاد ستوديو ام اي بي. ده بيبدأ يقطع لك الضغط مثلا لمتر مترين زي ما انت عايز، المسافة اللي بينهم قد ايه. بيبدأ برضه يعمل لك العزل، بس مش مجرد بس بيعمل لك عزل، لا ممكن تحدد له مثلا نوع العزل لمثلا البايب اللي هو 25، ممكن يختلف عن 15 عن 30 وهكذا. وممكن تحدد له السيكنس بتاع كل واحد فيهم، يعني مثلا الماسوره الصغيره يبقى ليها سيكنس معين، الماسوره الكبيره لها سيكنس اخر. ممكن تعمل دكت ديسكريبشن، ممكن تعمل رموز الماسورات البايب والدكتات، تديها رموز معينه. ممكن تعمل الاوبننج في الابواب في الحوائط والفلور للدكتات والبايب.